طرق تساعدك في برمجة عقلك الباطن والسيطرة عليه بالطريقة التي ترغب بها. العقل الباطن هو كل ما نعيشه في حالة اللاوعي، حيث تسيطر الأفكار والمشاعر المحزنة التي نتعرض لها على تصرفاتنا وأفعالنا، وبالطبع يؤثر ذلك بالسلب على حياتنا بمجرد أن ينشط عقلك الباطن، فإنه يظل مصرا على قائمة أهدافك اللاواعية واختياراتك اللاواعية وإجراءاته لتحقيقها حتى تتحقق. وتشير الأبحاث إلى أنه ليس من الممكن أن تترأس اللاوعي الخاص بك، ومع ذلك هناك بعض الأنشطة والتمارين التي قد تسمح لك للوصول إلى توسيع وعيك بما يوجد بعقلك الباطن، ثم القيام ببعض التحكم الواعي لتحقيق أهدافك التي يقف عقلك الباطن في طريقها. في المرحلة الأولى يجب أن تتخذ قراراً أنك تريد أن تتغير، فأنت وحدك من يمكنه اتخاذ ذلك القرار، والذي يعتمد على مدى رغبتك في التغيير. فإذا تعبت من العيش في الألم وتريد أن تعيش في سلام وفرح وسرور وتحصل على حياة جديدة، فيجب عليك أن تغير أفكارك، وسوف تقودك تلك الأفكار إلى تغيير مشاعرك والطريقة التي تعيش بها، وسوف تتخذ حياتك معنى جديدا وستكون ممتنا لقيامك بتلك الخطوة. وسنعرض لكم طرق للمساعدة في السيطرة على عقلك الباطن وبرمجته. أولا، محادثة النفس أمر ضروري للغاية لاستعادة السيطرة على العقل الباطن، خصوصا من خلال مدح النفس والذات وإلقاء الإطراءات على شكلكم أو تفكيركم أو مدح أنفسكم لبعض الأعمال التي قمتم بتنفيذها، فكلها أمور تساعد في تقبل الذات وعدم السماح للأفكار المتشائمة من السيطرة عليكم. ثانيا، ممارسة التصور أو التمرين العقلي هو وسيلة رائعة للتواصل مع عقلك الباطن وتدريبه على تحقيق أهدافك. عليك أن تبدأ تمارين التصور التي تتطلب منك فقط استخدام واحد أو اثنان من حواسك. جرب محاولة تصور كل التفاصيل لصورة أو كائن مألوف، وكلما أصبحت تتقن هذا العمل توجه نحو تصور مشاهد كاملة من الأفلام أو الذكريات. قم بملاحظة الأصوات والروائح والألوان والقوائم والأذواق أثناء التصور، وعند اكتساب القدرة على التركيز ودقة التصور بالتفاصيل، عندها ستكون قادرا على أن تبدأ بتصور نفسك تحقق أهدافك. ومن الضروري أن تصور نفسك بشكل واقعي قدر الإمكان، لا تطل الحديث عن السلبيات أو تصورات نفسك بالفشل، ولكن تصور نفسك تقوم بالنجاح وتحقق الهدف الخاص بك. لا تنسى أن تتصور أهدافا محددة حول ما الذي تريد تحقيقه، وقم بتحديد الموقع والوقت والظروف المحيطة بنجاحك، فعليك التفكير بالتفاصيل أكبر قدر الإمكان. أما الطريقة الثالثة والأخيرة لبرمجة عقلك اللاواعي هي التكرار والتعزيز، ممارسة حديث النفس الإيجابي. ولا تعتمد الطريقة فقط على مجرد قول الكلمة أو العبارة مرارا وتكرارا، بل يجب إجراء بعض التقنيات التي من شأنها كسر الحاجز الذي يمنع بعض الأفكار والإشارات من الوصول إلى منطقة اللاوعي، فهذه المنطقة قوية، فالأمر أشبه باستخدام مطرقة على كتلة من الأسمنت، فإذا قمت بالضرب عليها مرات عديدة ستتكسر تدريجيا. وكذلك العقل يجب تغذيته بصفة مستمرة بنفس الكلمات والعبارات مرارا وتكرارا، فمثلها مثل تعلم مهارة جديدة، فغير أن تكون عبقرية أو ذكية للغاية، فإن تعلم مهارة جديدة يحتاج إلى ممارستها لفترة حتى تنغرس في عقلك وتصبح جزء منك أو تصبح طبيعة متأصلة فيك، وذلك لأن التكرار يدخل إلى العقل الباطن ويبدأ العمل من هناك.
you.